وللحديث عن بعض أبرز المواضيع الصحية التي تهم الأسرة سعيا نحو تحقيق التغذية السليمة لكافة أفرادها صغارا وكبارا، معنا في الاستوديو أخصائية التغذية هلا أبو طه من مركز سليمان الحبيب. الدكتور سليمان الحبيب الطبي طبعا، أهلا وسهلا بك أهلا معنا. ميسا، أهلا أستاذة هلا، يعني يمكن تابعتي معنا التقرير، إيش رأيك في جملة الشهادة؟ هلا المشكله بهالوقت بتلاقي ميسا اغلب الاطفال قاعدين عم بيتجهوا، او بالاحرى الامهات عم بيتجهوا لسهوله عمل السندويشات بهاي الاجبان، وبيضطروا يتناولوها لو مش بشكل يومي مرتين او ثلاثه باليوم. هي للاسف هاي الاجبان هي عباره عن كميه عاليه جدا من الدهون المطبوخه، فنحن قاعدين عم نطعمي اطفالنا كميه عاليه جدا من الدهون المطبوخه، حتى اللي بتلاقي منها لو فات او هي اقل دسم، هي لا شك احسن شوي تكون اقل دسم، بس هي عاليه جدا 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 بالكوليسترول وبالدهون برضه. فبتلاقي ان هم قد ما بيقدروا بيحاولوا بيعملوا لها دعايه بطريقه انها اكثر فيتامين د، اكثر كالسيوم، او بنفس الوقت انه مثلا باطعمه جديده، بس هم ناسيين شغلتين كثير مفيدين كثير مضرين بهاي الاجبان. اول شيء ممكن تكون الكميات عاليه جدا في الدسم زي ما حكينا اول، ثاني شيء هي غنيه جدا في الاملاح. هلا واحده من الاسباب اللي لاقوا فيها انه هاي الامراض اللي عم بتصير هلا مثل الضغط والسكري والكوليسترول باعمار قليله شوي او بعمار صغيره مثل 17 16 اعمار الشباب عم تكثر عندهم الامراض المزمنه، وحده من كانت من الاسباب هي هاي الاجبان المعلبه الغنيه بالصوديوم او هي والغنيه بالمواد الحافظه، بالاضافه الى غنيه في بعض المواد الاضافيه اللي بتعطي الطعمه اللي هي مثلا بيقول لك بطعم الشيدر بطعم الجبن الابيض، في لها كثير اطعمه. هاي هي المواد المضافة للجبنة هاي ممكن كمان تسوي كتير أمراض تانية ومضاعفات تانية عند الأطفال. فهي المشكلة انه نحن صرنا بناخذها عادة مرتين او ثلاثة بالنهار لسهولة استخدامها، متناسيين ما بدنا نحكي انه ما بنعرف، متناسيين الضرر العالي تاعت الاجبان المطبوخة او الصفراء. طيب يعني هم مثلا بيقولوا لك في اعلان انه والله ضايفين لها فيتامين د او فيتامين اي، او هل هذا الشيء صحيح انه بيضيفوا لها؟ هل بيكون في نسبه؟ اسهل شيء هو انه يضيفوا هاي الاشياء على الاجبان، هي لو زادوها برضه بنفس الوقت لسه ما بناخذ الفائده منها قد ما عم ناخذ الضرر من الكميات العاليه من الدهون والكوليسترول. هلا الفيتامين د بالذات بتقدر تاخذيه من كثير مصادر ثانيه، هي بيكون مدعم مثلا الحليب العادي الطازج احيانا كثير بيكون مدعم بالفيتامين د او فيتامين دي، هي اخذها الطفل من مكان اقل دسم بس كمان افيد كثير. فهي مزبوط، انا بدي انبه الامهات ما كثير تركزوا على موضوع انها مدعمه بالموضوع هذا او مدعمه بالماده هاي، مش شرط بس انها تكون مدعمه، لانه ممكن ناخذ الفيتامينات والمعادن من اماكن ثانيه كثير غير هاي الاجبان، او بنفس الوقت ممكن نسميها يعني ممكن نصنفها تحت المعلبات او الاجبان المطبوخه. هي وجود كلمه مطبوخه معناته فيها دهون عاليه جدا جدا جدا، ممكن استبدالها بسهوله للاطفال. طب ما البديل؟ البديل هلا عاد نحن الدنيا اخذتنا شوي هون، هلا قاعدين عم نحاول نكون سريعين سريعين، تجاهلنا الاساس لهي الاجبان. اول جبنه طلعت هي الجبنه البيضاء او اللي هي الجبنه الحلوم، الجبنه الفيتا، كل هاي او الفاتا تشيز، هاي الاجبان كلها هي اللي بالاساس طلعت، بعدين بلشت من هون الصناعات. فهاي الاجبان هي افيد شيء. لو بيرجعوا الامهات لللبنه للبنه او الاجبان البيضاء، فيها كالسيوم اكثر، فيتامين دي اكثر، وبنفس الوقت فوائدها كبروتينات كثير اكثر لنمو الاطفال، بدل ما عم نعطيها بس دهون هي حتسبب سمنه الاطفال بدل نمو الاطفال. طيب استاذه هلا، يعني انا كمان اشوف مثلا في قسم الاجبان، صح في المقابل في المعلبات واللي هي الشركات اللي زي ما بتقول الاجبان المطبوخه، بس في المقابل كمان نشوف مثلا جبنه الحلوم والفيتا وهذه الامور زي ما هي موجوده عند قسم الاجبان اللي يقص لك هي ويعطيك هي، موجوده ايضا معلبه، هل تختلف من هنا لهنا؟ هلا هون بيجي وين نحن بدنا نستفيد، او اذا في شخص مثلا عنده ضغط احنا دائما بنحاول نبعد عنه الاشياء المعلبه، الاشياء الاكثر فيها ملح. هلا بنقدر يا اما ناخذ الاشياء الفريش دائما او هي الطازجه دائما، بكل الاحوال هي احسن من اشياء معلبه او مش طازجه، او ممكن نستخدم طريقه المي، المي اللي هي اي جبنه بيضاء ممكن تكون سواء معلبه او طازجه بتتقطع بتنتقع في المي بيخرج منها كل الاملاح، هيك الاشخاص بيكون بيقدروا ياخذوها بسهوله. بس هيك اشخاص يمكن اكثر شوي اللي عندهم ضغط او عندهم اي امراض تتعلق في الاملاح ممكن ينقعوها، وبتروح بعض الفوائد
الفوائد الثانيه، بس كاطفال عاديين ممكن الام بس تغسلها غسيل تحت المغسله هيك بتروح طريقه التعليب تاعتها، او هي المواد الحافظه بطريقه التعليب هيك بتضلها برضه افيد كثير 100% من الاشبان المطبوخه اللي هي تحتوي كلها على كوليسترول ودهون. طيب يعني الى اي مدى احنا في عالمنا العربي عندنا ثقافه قراءه المحتويات الموجوده؟ يعني مثلا الناس عشان تعرف ان هذه الاشبان مطبوخه، احنا ما بدنا نسميها باسماء هالشركات، لكن الان امهات مثلا بيتابعونا عشان يعرفوا ايش هي الاشبان المطبوخه، يميزوا بين الطبيعيه الصحيه وبين الانواع الثانيه. هل عندنا ثقافه المحتويات قراءه المحتويات؟ للاسف ميساء لا، هي عاده الاشبان المطبوخه بيكون مكتوب عليها من برا كلمه الاشبان المطبوخه. هلا انا كمان راح اضيف شوي للامهات كيف تعرفوا هي الجبنه المطبوخه او لا. عاده الجبنه المطبوخه بيزيدوا لها كثير دسم، فبتاخذ نفس ملمس الزبده، بتاخذ نفس ملمس، وبالاحرى لما تحمصها نحمصها نحطها بالخبز نحمصها كثير هاي بتطلع دهون وزيوت. اذا دائما بتشوفي بتكون عم بتطلع مثلا اي آلة التحميص او حتى بالمايكرويف اذا بنحطها بتلاقي انه في الزيت عم بينزل منها، هاي لانه الاشبان كلها عباره عن دهون مطبوخه. هلا كيف بدنا نقرا بال 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 في شيء اسمه نيوتريشن ليبل، هذا كثير موضوع مهم مثلا لازم كل ام تعرف كيف تقرا. في دائما بيكون مكتوب نسبه دهون، نسبه كربوهيدرات، ونسبه بروتينات. هلا اذا عم نحكي على الاشبان بشكل خاص لازم كثير ينتبهوا على نسبه الدهون. نسبه الدهون بتكون عاليه جدا جدا جدا، ممكن المحتوى يكون بالنسبه للحصه او بيكون مكتوبه بير سيرفينج اكثر من 10 جرام دهون. 10 جرام دهون اذا الشخص عم بياخذ 10 جرام دهون بس من معلقه واحده او معلقتين، وهو بالنهار كله بيكون مسموح له 50 او 60 جرام دهون، فهي مشكله كثير كبيره، رح تسوي عنا سمنه على المدى البعيد اكثر واكثر واكثر. عشان هيك الامهات لازم ينتبهوا اكثر شوي، اذا في مثلا اكثر من 4% عاده في رقم وفي نسبه، اذا كان 4% الدهون يبعدوا عن هاي المنتج، يروحوا لمنتجات اكثر صحه من هاي. هلا كمان معلش ال 4% تعني انه عمليه الطبخ زادت فيها؟ يعني او نسبه الدهون كثرت فيها، مضاف اكثر شوي نسبه الدهون، انا عم بحكي على ال 4% بالنسبه للاجبان مثلا. نعم. هلا بالنسبه كمان بدي اياهم يطلعوا على البروتينات، نسبه البروتينات عاده كثير بتكون اقل من نسبه الدهون، فبالتالي الفائده المراده من هذا المنتج مش موجوده، عم بتكون اكثر. والكالسيوم والامور الثانيه اللي ناخذها من الحليب عادي؟ برجع بحكي لك ميساء اكيد حيلاقوها بكميه كثير كبيره، بس نرجع ناخذها لو اخذناها من الاجبان البيضاء او من حتى من اللبنه، اللبنه كثير منتج غني بالبروتينات وبالقليل الدسم، وبنفس الوقت فيه الكالسيوم والفيتامين دي، لو اخذناها من هاي مقارنه بهاي اكيد اللبنه مقارنه بالجبنه كثير افيد للاطفال، بالذات اذا كان مدعمه بالكالسيوم والفيتامين دي احسن واحسن يعني. فانا بدي اياهم يقراوا اكثر شوي الامهات موضوع البروتينات، موضوع الدسم. نعم. هذا اذا نحن عم نحكي بالاخص بالجبنه للصفرة، بس احيانا بنروح لمواد ثانيه ما نقرا الكربوهيدرات فيها، ما نقرا بقيه الفيتامينات والمعادن، كمان لازم ينتبهوا كل منتج كيف يقدروا يقراوا النيوتريشن ليبل تاعته او اللي هي مكونات اي يعني تاعته. مثلا في منتجات مثلا العصائر، اذا نتكلم عن العصائر لازم نشوف نسبه اللب الفاكهه مثلا عشان بالضبط. هلا العصائر ما هي موضوع ثاني كثير، اذا بتسمحي لي انا بدي احكي على الالوان في العصائر. انا دائما صرت انتبه مثلا بنروح على زيارات ميدانيه في المدرسه عم نشوف كل طفل معه كاسه العصير او هي علبه العصير. هلا بيختلف كثير انواع العصائر، بس انا بدي انبه الامهات على موضوع الالوان، موضوع المواد الحافظه، هذا موضوع كثير مهم ينتبهوا عليه الامهات. للالوان او المواد الحافظه ممكن في منها بعض المواد انمنعت بالدول الاوروبيه او بامريكا لانها بتسبب كثير من السرطانات، بتسبب الهايبر اكتيفيتي او النشاط المفرط للاطفال، بتسبب كثير امراض عند الاطفال او عند الكبار. فانا بدي ينتبهوا الامهات لو ولا بد يكون في عصير يقراوا اكثر شوي انه هاي العصائر خاليه من الالوان الاصطناعيه، او اذا اكثر شوي كمان بدهم يفوتوا بديتيلز او بتفاصيل اكثر شوي، دائما اي شيء مضاف بكتبوا عليه كلمه حرف اي وبعديه جنبيها رقم. فهو بس لو اخذوا هذا الرقم ورجعوا للانترنت او اي
كتاب او سالوا اي دكتور او اي اخصائي تغذيه ممكن يرجعوا لهذا الرقم، هذا الرقم من المواد الامنه، مواد اللي لسه في تحتها شكوك، لسه في دراسات طلعت عليها. فاكثر شيء الامهات ينتبهوا على المواد الحافظه وبالذات الملونات. يعني مو بس يشوفوا نسبه الفاكهه قديش موجوده فيه، لازم يشوفوا الملونات بالضبط. هلا كمان شيء بنرجع للعصائر، بالعصائر وين احنا الفكره تاعتها؟ دائما الامهات بيحكوا انه هذا عصير مكتوب عليه 100% طبيعي، صح، هي او ما في او خالي من السكر. هلا وين بيصير الخدعه مع شركات تصنيع العصائر؟ هلا ما عم نحكي بشكل عام كل العصائر للشركات، بس في شركات معينه. هلا لما بيعملوا مركز العصير هم بيكونوا اضافوا عليه السكر واضافوا عليه النكهات والالوان، لما خلطوا حطوا اضافه المي لهي المركزات هم ما ضافوا عنا مي، فهون بتيجي من كلمه خالي من السكر او غير مضاف، السكر غير مضاف. بس هو بالاساس العصير ما بيقدر يكون او مستحيل تلاقي عصير خالي من السكر، لانه هو العصير اصلا معمول من فاكهه والفاكهه غنيه بسكر الفركتوز. فهو يعني اذا في ام عم بتدير بالها على حجم اطفالها او بتهتم اكثر بحجم الاطفال، العصير دائما فيه سكر. حتى العصير الفريش الطازج اللي احنا بنعصره في البيت فهو عباره برضه عن سكريات عاليه، لانه معمول من فاكهه والفاكهه فيها سكر، وبرضه هذا بيعمل على زياده الوزن، والاهم كله من هيك هو بيعمل على فتح شهيه الاطفال. فما تستغرب اذا الطفل هلا عم بياخذ كاسه عصير بعد نص ساعه لك انا جوعان، او لانه علا عنده معدل الانسولين، فبالتالي الطفل صار يجوع اكثر واكثر واكثر. طيب استاذه هلا، يعني الى اي مدى هناك في مصداقيه ودقه في هذه كتابه المحتويات الموجوده في داخل المنتج؟ لانه حسب ما اعرف انا انه في اوروبا مثلا عندهم مصداقيه اكثر من امريكا مثلا في كتابه ما يسوين. عم بيصير الموضوع هو ما بيقدر المنتج ما بيقدر ما يحكي الصدق او الصحيح بالنسبه للمكونات، بس بتصير الملعوب وين؟ انه كثير زي ما حكينا قبل الامهات ما بيقراوا المكونات، بيقراوا بس نحن بنسميها الهيلث كليمز او اللي هي الادعاءات اللي بتكون مكتوبه من برا. اعطيك اياها بمثال اكثر شوي، مثلا بيكونوا حاطين على اللي هي الفليكس الكورن فليكس باي بمختلف انواعه هو فات فري، هو هون بتصير الخدعه. اكيد هذا عباره عن كربوهيدرات مش عباره عن دهون، يعني هو اساسا الذره المكون الرئيسي تاعها هي كربوهيدرات، فانت صعب تحكي هي خاليه من الدهون لانه هي اكيد خاليه من الدهون. اعطيك مثال اكثر اضبط للستات البيوت، مثلا زيت الزيتون او زيت الذره او اي زيوت نباتيه بيكون مكتوب انها خاليه من الكوليسترول، اكيد هي خاليه من الكوليسترول، ما في اي مصدر نباتي عباره عن انه فيه كوليسترول، فبالتالي الامهات بيندهشوا دائما خالي من الكوليسترول رح اخذه، بس هي ما بتقرا انه اي نوع من انواع الزيوت النباتيه او اي زيوت ثانيه هي فيها نسبه سعرات حراريه عاليه جدا جدا ممكن تزيد الوزن. فهو الفكره مش انه نقرا السطور من الخارجيه، انه ننتبه اكثر شوي على المكونات او اساس هذا المنتج اللي عم نشتريه شو هو. طيب يعني نقرا احيانا منتجات عصائر، نكتار فواكه طبيعيه، ايش الفرق بين هذه غالبا طريقة الصناعة، طريقة التصنيع تاعتها. هلا ممكن مثلا الخوخ، الخوخ إذا بينعصر إذا بنعصره كله بيطلع عنا بس اللي هو العصير أو السائل. هلا في طريقة تصنيع ممكن يخلوا قليل من اللب، نعم، وهي عادة بيكون فيها أكثر شوي ألياف. هلا الالياف هو موضوع كثير مهم من ناحيه الفاكهه، اذا الام اضطرت تشتري العصائر للاطفال انا بفضل انها تاخذ العصير اكيد الغني بالالياف او اللي فيه اضافه الياف اكثر من العصير اللي ما فيه الياف، لاسباب صحيه طبعا كثير كثير كثير، اولها ممكن تتجنب زياده الوزن للاطفال بهاي الطريقه. عموما استاذ هلا رح نستمر معاكي ورح نعرف منك معلومات جد غنيه اليوم، بس مشاهدينا خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع لكم. إذا مشاهدينا نتابع نقاشنا وحديثنا مع الأستاذة هلا أبو طه من مركز دكتور سليمان الحبيب الطبي، أهلا وسهلا بك مرة ثانية. أهلا أستاذة هلا، طبعا شفتي معنا التقرير بالنسبة للتمور وأهميتها وفوائدها. دائما نسمع أن التمور كثير غنية وكثير مفيدة، لها علاقة بفصل الشتاء واحنا داخلين عليه؟ اكيد. هلا في دائما سوء تفاهم بيصير عند الاشخاص انه التمور ما فيها سكر او التمور مسموحة للشخص اللي عنده سكري بكميات غير محدودة لانها ما بترفع السكر. هذا التفكير خاطئ جدا جدا جدا، التمور غنية بكافة انواعها بشكل كبير بالسكر، هي برضه هي فاكهة وفيها سكر الفركتوز. هلا ما بقدر ننفي انه فيها كثير فيتامينات ومعادن، وهي عبارة عن تركيبة كاملة غنية جدا ما نقدر
نقدر نستغني عنها، بس برضه لازم تتاخذ بكميات معينه لانه فيها سكريات عاليه جدا. هلا للاسف انه في بعض الشعوب عندهم عادات اللي هي اكل التمر مع قبل الوجبه بذات الغداء او العشاء او بعد الوجبه على طول. هلا انا مش ضد انه ناكل تمر، بالعكس التمر كثير مفيد وكثير غني في البوتاسيوم وكثير في فيتامينات ومعادن والياف منيحه، بس بيهمني كمان انه يتاخذ كوجبه خفيفه بشكل لحاله منفرد، ما يكون باضافه مع الوجبه. هلا وجود التمور مع الوجبه وحده رح يصير الشخص ياكل اكثر واكثر على الوجبه، لانها بطريقه ما رح تفتح الشهيه عند الشخص. تفتح الشهيه. نعم. فعشان هيك انا بفضل حتى ان تتاخذ بعد الوجبه بساعتين كسناك او وجبه خفيفه، عاده عدم الاكثار من التمور، يعني ثلاث حبات تمر عن حبه فواكه هي كفايه، لانه هو برضه بيعتبر مصدر غني للسكريات، ما بدنا يزيد الوزن ونفس الوقت ما بدنا نستغني عنه، كثير مفيد لنا، فعشان هيك يتاخذ از سناك او بدل وجبه خفيفه بين الغداء والعشاء مثلا او بعد العشاء، بس ما يرافق الوجبه نفسها. طبعا كلام جدا مقنع، لانه احنا عندنا نوع اصلا نسميه سكر ويكون سكر من برا، يعني اكثر السكر عليه بالضبط. حتى كل انواع السكريات ميسة، بالاضافه للانواع اللي ما بيكون مبين عليها طبعا السكر او بيكون طعمها احيانا مش حلو كثير، فالاشخاص بتلاقيهم عم بياكلوا فيها، هي برضه هاي بتحتوي على كميات عاليه من السكر. هلا اذا بدها احسن وقت يتاخذ السكر بالذات سكر التمور هو يتاخذ وقت صلاه الفجر مثلا، لما بيصحى الشخص على وقت الفجر بياخذ مثلا ثلاث تمرات او خمسه، في ناس على السنه عم بياخذوها سبعه، بس هم لازم يكون حجم صغير شوي. بيتاخذ السكر الموجود بالتمر بيعمل للكبد انه يخلي الكبد يفرز بطريقه جيده وبيكون كبد سليم طول النهار. هي احسن وقت للتناول مزبوط بساعات الفجر، بس لو نضطر ناخذ سبع تمرات ناخذ من التمر اللي كثير صغير اللي هو تمر العجوه او اصغر شوي منه، هيك بيكون دائما متقيدين بالحجم وبالسعرات الحراريه وبالسكريات، وبنفس الوقت ما كترنا من الفوائد اللي احنا حناخدها على طول النهار بعدين من مواد تانية. صح. طيب احنا في فصل الشتاء، انا ليه سالتك عن التمر؟ لانه فصل الشتاء دائما حاله جوع، يمكن التمر يشبع اكثر. بالضبط. بس في فصل الشتاء كمان يعني تنتشر يمكن الكستنه اللي احنا نسميها ابو فروه، او في اشياء ثانيه يعني معينه تنتشر، وفي ناس تاكل لحوم كثير في هذا الفصل. انت ايش تنصحينا اليوم فصل الشتاء؟ عاده فصل الشتاء هو اللي بدنا اياه، بنحس انه بناكل اكثر عشان ندفى اكثر، او عشان قاعدين في البيت ما في طلعات مثل فصل الصيف، فقاعدين عم نتفشش بالاكل. هلا من ناحيه الاكل اللي بدنا اياه بفصل الشتاء هو الوجبات الرئيسية اللي عم ناكلها نفسها رح تعطينا السعرات الحرارية، ما بدنا أكثر من هيك. بس في مثلا زي ما حضرتك قلت الذرة أكثر شوي بفصل الشتاء، الكستنة، بدنا ننتبه على مكوناتها. هلا الكستنة هي تقريبا نشويات وفيها كمان دهون، هي بتقدر نقدر نعتبرها من المكسرات. هلا دائما نحن بناخذ مكسرات لأنها غنية بالطاقة، بتعطي طاقة للجسم وبنفس الوقت بتدفي الجسم، بس إذا الشخص محتاج لهي الأشياء بيقدر ياخذها، بس إذا شخص عنده زيادة وزن أو حتى وزن طبيعي وما بده يزيد وزن أبدا ما اللي يكتر من هاي المواد، لأنه راح تزيد له وزنه وما راح تدفيه. فأنا بفضل للشخص يدفع أكثر شوي، هو ياخذ كمياته اللي مطلوبة منها مطلوبة منه من سواء من كستنة سواء من ذرة أي نوع من أنواع الأكل، بالإضافة ليكتر من الحديد. عادة المواد الغنية بالحديد أو نقص الحديد عند الإنسان هو اللي بيعمل دائما شعور بالبرودة شعور بالتعب، فإذا في دائما شعور بالبرودة أو التعب بيقدر يفحص ويشوف وقتها إذا هذه ناتجة عن أي نقص من المواد اللي الجسم بيحتاجها. طيب أستاذ، هذا آخر شيء قبل ما نختم، في عندنا موضوع الصلاحية المنتهية للأغذية، خصوصا انه احيانا ينزلوا لك هي في التخفيضات وتطلع تلاقي انه تاريخها اوكي، تروح شايلها ثاني باقي لك اخر كم يوم. اكيد. هلا ميسا بس بدي انبه المشاهدين، في نوعين، في مواد بس بيفور او هي افضل قبل هذا التاريخ، وفي مواد اكسبايرد ات يعني بهذا الوقت خلص تنتهي صلاحيتها. هلا بدنا نعرف انه المنتج او المصنع لهي الماده هو اكثر شخص مستفيد من طول المده، فاذا ما كان فعلا هاي المده اللي هو كاتبها نهايه الصلاحيه كان حيكتب اكثر. فعشان هيك انا بنصح المشاهدين اذا في وجود كلمه اكسبايري اد او انتهاء الصلاحيه في هذا التاريخ ولا يوم بعد هيك ياخذها. اما اذا كانت بس بيفور اللي هي افضل تناولها قبل هذا اليوم بيقدر يتناولها، ما في اي مشكله، بس اكيد ما كثير يبعد عن هذا التاريخ. هلا اذا الشخص لقى هاي اي تغيير في شكل العلبه، اي خبطه، اي فراغ في هاي، وجود التغيير في شكل العلبه، اكيد ما ياخذها
وقتها حتى لو تاريخ الصلاحية بقي له أسبوع أو أسبوعين أو أي مدة. طيب استاذه هلا، ايضا يعني في مواد يمكن تكون تضرك اكثر من غيرها في حال تناولتيها وهي منتهيه صلاحيتها؟ اكيد، مثلا اللحوم، اي مواد فيها وجود مي، عاده المي بتشكل بيئه كثير كويسه للبكتيريا انها تنمو فيها. اي مواد فيها مي او هي رطبه او حتى زي ما برجع بحكي داخل الهواء فيها، هاي المواد قد ما بنقدر بنحاول نبعد عنها دائما اذا كانت منتهيه مدتها، او اذا هي صار في شك في موضوع العلبه او شكل العلبه. كمان ليس بالنسبه لشكل العلبه، برجع بحكي اذا كان في خدش بشكل العلبه او تغيير ب او شكل العلبه مفتوحه او في رائحه طالعه منها او في سائل، على طول ولا حتى الشخص يقوم بتذوقها، لانه هاي حتى ممكن تكون سامه جدا هاي الانواع. طيب بالنسبه اللحوم اللحوم المثلجه، اللحمه المثلجه بدي ينتبه كثير الاشخاص عليها، اذا لازم يتم شرائها من مكان فعلا موثوق فيه، لانه اذا تبردت هاي اللحوم اذا فكت الثلج عنها ورجعت الثلجت، هاي ممكن تسوي عندنا بكتيريا سامه جدا. فبالذات اللحوم المجلده لازم الاشخاص كثير ينتبهوا اثناء شرائها. انت اخر شيء بيشتريها من السوبر ماركت بعدين بيروح على البيت بيضبها على طول، لانه موضوع انها تفك هاي اللحوم وترجع تتجمد ممكن يسوي عندنا بكتيريا سامة جدا جدا للأشخاص. عموما أستاذ هلا يعني أشكرك جزيل الشكر على توضيحاتها. عندك حاجة نصيحة أخيرة؟ أنا بس بدي دائما الأمهات ينتبهوا للأطفال شو بيطعموهم، يكونوا أكثر لاجئين للطبيعة، بدل الفواكه بدل أي نوع من أنواع المعلبات، الفواكه الحب بدل العصائر، دائما يرجعوا أكثر شيء يبعدوا عن المواد المصنعة ويروحوا للأشياء الطبيعية بأكثر وقت. شكرا جزيلا لك أستاذ هلا معنا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي مشاهدينا راح نكون مع فقرة طبية أخرى ودائما مع مستشفى الدكتور سليمان الحريري. شكرا لك.